أنا حسين علي حسين السعدي، أعاني من مرض مزمن بلغت رحلتي مع 35 سنة وهو السكلر، وهذا المرض كلما يتقدم السن إذا ما تلاقى رعاية صحية يتمكن من المريض، وهذا ما أعانيه صراحة خاصة في ظروف السن. وانعدام الرعاية الصحية أدى إلى اضطرار استئصال المرارة قبل 5 أعوام، والطحال عندي متضخم ولا يعمل جيدا. من جانب آخر الكل يعلم أن مضاعفات هذا المرض شديدة على المريض نفسه، ومنها نوبات الألم والتآكل وتلف الأعضاء. وتجنبا لكل هذه الأعراض لا بد من زيارة الدكتور بشكل دوري، وهذا شبه مفقود داخل السجن حيث لم يتم عرضي على الدكتور مرارا وتكرارا. أنا أتكلم فقط بضمان الصحة والسلامة والحصول على الرعاية اللازمة. لا بد من الالتفات إلى هذا الملف وجعله أولوية، سواء ملفي أو ملف إخواني مرضى الذكلر اللي وياي في السجن، وهم أصغر مني وأهمال حالتهم الآن بيحصل لهم إلا حصل لي من تلف واستئصال ومضاعفات أعاني منها بشكل يومي. شكرا. سجن جو.